ما توقعت المبلغ كذي بيكون كبير. خليك معاي بتشوف مبالغ اكبر من كذي. الحين اعتقد عقب الدفعة الاولى والثانية والثالثة مبلغ يكفيك 20 سنة مرتاح تسوي كل اللي بخاطرك. عدل كلامك. بس انا طموحي ما يقف على كذي. كأنك طمعت. لا انا ما طمعت. بس من وانا صغير ما احب اوقف مكاني. عافية عليك. حلو. زين. ما قلت لي. متى اقدر استلم الجراج؟ بس انا استلم اللي اتفقنا عليه وانا على طول اسلم لك الجراج. هذا اللي اتفقنا عليه. بس مثل ما قلت لك ما ينصرف. ابو مرزوق ايش فيك؟ مو واثق فيني؟ لا لا واثق بس زيادة حرص. لا توصي حريص. واعتبر ان الجراج من اليوم صار باسمك. وين الاوراق عشان اوقع؟ تفضل. وهذا القلم. اتوقع اجراءات البيع ما تطول صح؟ 24 ساعة بس.